بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أتوجه في بداية هذا الاجتماع إلى الشعب التونسي وإليكم بطبيعة الحال ونحن على وشك توديع سنة إدارية أو شكت على نهايتها واستقبال أخرى جديدة بأصدق التمنيات بأن يكون العام المقبل سنة خير ويمن وبركة ورخاء وسلام داعيا الله أن يبارك لنا في أعمالنا وييسر أمرنا ويعيننا على حمل أثقال المسؤولية والأمانة وان يحفظ وطننا وكرامه مواطنينا ومواطناتنا وعزه وطننا ستبقى دائما حاضره في عقولنا وفي وجداننا وفي كل خطوه نخطوها وفي كل عمل نسعى الى تحقيقه وبعقول ابناء هذا الوطن العزيز وبناته سنواصل مسيره النضال والتحرير متوكلين على الله تعالى، معولين على أنفسنا وعلى قدراتنا بناءً على اختيارات شعبنا، فبعقولنا، وبرؤوسنا، وبقدرات أبناء هذا الشعب، سنبني إن شاء الله، مستقبلاً أفضل، بكثير مما تحقق سنصل الى تحقيق امالنا واحلامنا وامانينا وفي هذا الوقت الذي اتوجه فيه الى شعبنا العظيم باخلص التمنيات لا يمكن ان يغيب عنا بل لا يمكن ان يغيب عن احد من احرار العالم العدوان الوحشي الهمجي الصهيوني على شعبنا في فلسطين السليبه. أننا من منطلق قناعاتنا الراسخه نفعل كل ما نستطيع للوقوف الى جانب اشقائنا في فلسطين السليبه، وأننا على يقين من ان النصر ات بالرغم من ان قلوبنا تعتصر كمدا والما على يقين من ان فلسطين ستتحرر كلها وسيقيم الشعب الفلسطيني على ارضه دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. كما أننا على يقين من أن المجتمع الإنساني بدأ يتقدم شيئا فشيئا على المجتمع الدولي التقليدي. وسيستمر العالم كله في قادم العقود في هذا الإتجاه. وستتغير الكثير من المفاهيم ومن التوازنات فالمظاهرات في كل دول العالم وفي العواصم الغربيه بالذات بمئات الالاف تشير بالبنان الى ان العالم بدا يدخل مرحله جديده في تاريخه وستنتصر القيم الانسانيه النبيله على السياسات التي ادت الى الماسي والى المجاعات والى الحروب فتمنياتنا القالصه لكل احرار العالم ويا احرار العالم ويا دعاه العدل والكرامه الانسانيه اتحدوا حتى يهنئ بعضنا البعض بكل عام جديد وقد بدات تتهاوى كل اشكال الاستبداد وتتهاوى معها الصهيونيه والعنصريه وكل اشكال الهيمنه والاستعمار